بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اعتدال. مشاهدي الكرام، يعد التفكير مهارة من مهارات المعالجة، والتأمل والتدبر تنظم حياتنا ونحل من خلالها كثيرا من المشكلات. والله سبحانه وتعالى خص الإنسان بالتفكير، فهو الكائن الناطق، إلا أن نلاحظ من البعض في الحوارات أنه يقفز مباشرة إلى الاستنتاجات، على تفكير الاستنتاج، يقفز إلى الاستنتاجات بدون تفكير منطقي أو في الحقائق أو في الشواهد، ما يجعله عرضة لممارسة أفعال قد يندم عليها بعد فوات الفرصة وفوات الأوان. لأهمية ذلك الأمر نتناول معكم في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل مفهوم سلم الاستدلال وأثره في تعزيز الأمن الفكري. ما هو هذا السلم؟ وكيف يحمينا بعد الله سبحانه وتعالى من الوقوع والانزلاق في الانحرافات الفكرية؟ مع الدكتور محمد العامري، مستشار التعليم التربوي. دكتور محمد، حياك الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق وجميع المشاهدين الكرام. دكتور محمد، لعل نبدأ في البداية، يعني سلم الاستدلال يعني قد يكون أول مرة نسمع فيه جميعنا. ما هو هذا السلم وعلاقته بالتفكير وتأثيره في الأمن الفكري؟ ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل، وهذا العقل فيه قدرة على التفكير بشكل منطقي متسلسل. كثير من علماء النفس بدوا يسووا بحوثات ودراسات عن نحن كيف نفكر، واستدلوا علماء النفس بأن هناك عمليتين أساسية في عملية التفكير لدينا، عملية تسمى عملية الاستقراء وعملية تسمى عملية الاشتقاق، وكلا العمليتين لما نربطها سوا تسمى عملية الاستدلال، أي كيف تستدل أنت في المواقف اللي تحصل معك. وبالتالي هذه العمليتين اعتنى بها كثيرا علماء النفس في عملية بحوثاتهم وعملية دراساتهم بشكل كبير جدا. واحد من علماء النفس، من علماء النفس التعليمي التنظيمي، كريس إرجريس، اهتم بشكل كبير جدا بتوضيح هذه الدرجات اللي تسمى درجات التفكير المنطقي، أو ما يسمى سلم الاستدلال. فسلم الاستدلال هو عبارة عن نموذج عقلي تم وصفه من قبل كريس إرجريس بسبع مراحل يتم فيها عملية تفكيرنا بشكل منطقي من الأسفل للأعلى. هو يوصف الآن أن نحن نمر بسبع مراحل متدرجة في عملية التفكير، وبالتالي كيف نستطيع أن نصل للمرحلة العليا اللي مرحلة ردة الفعل أو مرحلة نتخذ القرار. نلاحظ كما ذكرت أنت في المقدمة أن البعض من الناس لما نتحاور معهم على طول مباشرة يقفزون للنتائج دون إدراكهم للسبع مراحل المر فيها. ويرى كريس إرجريس بأنه مهم جدا هذا العمل يؤثر علينا في حياتنا التنظيمية، في أعمالنا، في أسرنا بشكل كامل. وإذاك نقدر نعرف هذا النموذج بأنه عبارة عن نموذج فكري يصف مراحل الإدراك وآلية التفكير والنواتج اللي تظهر معنا في عملية المعالجة. بعد ذلك جاء واحد من علماء اسمه بيتر سينك، ألف كتاب اسمه الانضباط الخامس، وضح فيه هذا السلم وشرح فيه تفاصيله وأشهره بشكل أكثر، إلا أن صاحب هذا السلم هو كريس إرجريس. وبالتالي نحن في هذا السلم نتحدث عن كيف نستطيع أن نفكر وبشكل مدرك، وكيف نستطيع أن ندرك الأمور من حولنا، وكيف نستطيع أن نتوصل لاستنتاج بشكل فعال. بلا شك بأن هذه الطريقة في التفكير عندما نفكر فيها ونتأمل فيها وعندما نتعرف على كل مستوى من هذه المستويات سيساعدنا أن نفكر بشكل منطقي، ويساعدنا أيضا أن نصل لاستدلالات ونعرف ما الخلل الذي سيحصل معنا أحيانا في موضوع التفكير المنطقي في الأحداث والمواقف اللي تمر علينا بشكل دائم. نعم، جميل. طيب إذا له علاقة بالتفكير، وطيب تأثيره بالأمن الفكري؟ إذا رجعنا لتعريف الأمن الفكري، وقلنا الأمن الفكري كما عرفناه في الحلقات الماضية هو الأمن الفكري مكون من جزئين. الجزء الأول هو عبارة عن الأمن، والأمن هو الطمأنينة والسلامة ومعرفة الانضباط بها. العنصر الثاني الفكري، قلنا أن الفكر هو عبارة عن اتخاذ القرار الرشيد في المواقف التي تتوافق مع الأنظمة ومع التعليمات ومع العقائد والمعتقدات، ولتحافظ على الأرواح والممتلكات وتحافظ على السلم الفردي والسلم المجتمعي. هذا بالنسبة للأمن الفكري. فإذا فكرنا الآن أن هذا العمل، وذكرنا في حلقة سابقة بأن عملية التفكير تمر بثلاث مراحل، مرحلة اسمها مرحلة الآن، قلنا مرحلة الآن أمن فكري، فكر، والفكر هذا نحن نعطيه لأبنائنا عبارة عن معتقدات وعبارة عن مبادئ نحن نزرعها في أبنائنا، وتفكير وهي عبارة عن معالجات، وتفكر وهو تأمل في المستقبل. طيب نبغى نوضح الآن لأولياء الأمور، نبغى نوضح للمعلمين، نبغى نوضح لأفراد المجتمع كيف آلية هذا المثلث اللي هو مثلث فكر تفكير تفكر، كيف آليته، كيف يعمل. وبالتالي عندما نتحدث عن أنه شابا ما يعني اتخذ قرار أنه يلبس حزام ناسف ويتجه الآن إلى المسجد النبوي حتى يفجر في المسجد النبوي، جيد، يعني سؤال بسيط جدا، نفكر ما المنطق
ما الطريقة التي فكر بها حتى وصلت لهذا الاستدلال أن يفجر في المسجد النبوي، أو شخص ما يدخل المسجد وينسف مسجد مصلينه؟ أين التفكير المنطقي اللي كان عنده موجود؟ إذا لابد أن هناك اعتلال حصل في طريقة منهجية التفكير الذي عنده، وبالتالي طريقة الاستنتاج والمبادئ اللي عنده لبس عليه. طيب خلينا نفهم هو أصلا كيف تكون تفكيره المنطقي حتى نعيد مرة أخرى صناعة وهندسة هذه الطريقة في التفكير الداخلي. أبناءنا اليوم كلهم عرضة لهذا التفكير، احيانا مش لازم يكون التفكير هذا انه يلبس حزام ناسف ويفجر. لم يحصل مره خلاف مع ابنك على موقف غريب انت تستغرب ابنك كيف فكر هذا التفكير؟ هذه اسمه القفز للنتائج. لذلك اليوم نبغى نفهم هذا السلم، نبغى نتعرف عليه بدقه اكثر، نبغى نقوم بعمليه تفصيل ونشوف ايش اثروا علينا في الجانب النفسي وايضا علينا في الامن الفكري. طيب جميل، احنا ظهر لنا الصوره قبل قليل، هذه الصوره هي هو السلم ولا في سلم اخر؟ نعم هذا هو السلم. نعم. لو عدنا الصوره مره ثانيه الصورة هذا السلم. أيوه هذا السلم، هذا هو السلم اللي وضعه يعني يبدا بايش من تحت؟ السلم يبدا من اسفل الى اعلى. في صوره ثانيه ساوضح الصوره الثانيه ونرجع لهذه الصوره، في صوره ثانيه اكثر تفصيلا من هذه. عندنا السلم يبدا من اسفل الى اعلى. السلم يبدأ من المرحلة الأولى، هي مرحلة الملاحظة. في الملاحظة أنت تلاحظ الآن الأحداث الخارجية الموجودة من عندك، هناك كثير من المثيرات اللي تحصل في المحيط عندنا، ونحن الآن نأخذ من هذه المثيرات مجموعة من الأفكار اللي عندنا. يوميا تأتينا مثيرات، الطقس الخارجي مثيرات، الأشخاص من حولنا مثيرات، نبرة الصوت مثير، كل موقف يعتبر بالنسبة لنا مثيرات، إلا أننا لا نختار كل هذه المثيرات ونتفاعل معها. نحن نقوم بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانتقاء. نحن ننتقي من هذه المثيرات جزءا ما يتناسب مع أفكارنا، وبالتالي لاحظ معي في السهم الموجود يقول حسب الاعتقادات اللي عندنا نحن ننتقي. مثال على ذلك، لو أنا الآن وضعت هذا القلم أمامي، ركزت على القلم، فأنا تركيزي على القلم بيخليني أتناسى الآن المحيط في الاستوديو كامل، أنسى حتى أنه طارق موجود بجنبي، لأنه أصبحت أنت الآن في الخلفية، ركزت على القلم فقط. لكن عندما أركز على الخلفية قد أتناسى من القلم. كيف يحصل هذا الكلام في تفكيرنا؟ هذا الشيء نسميه في علم النفس نسميه الجشتالت. في الجشتالت عندنا مرحلة اسمها مرحلة الانتقاء، نحن ننتقي بناء على قيمنا وبناء على معتقداتنا وبناء على خبراتنا السابقة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مستوى أعلى وهو مستوى المعنى، نحن نضع معاني ونضع تفسيرات. ويا ليت لو أنه الأخ المخرج يعطينا الصورة الثانية. الصورة الثانية، الصورة الثانية. إذا عندنا الآن نعطي معنى، نعطي معنى، هذا المعنى معناه من خلاله نحن نفسر الآن ما الذي نحن لاحظناه. هنا في هذا المعنى نحن ليس بمعنى نفسر ما الذي يحدث، نحن نقول دائما كالتالي: ما يحدث يحدث، لكن الأهم أنت كيف تفسره. بمعنى نحن عندما شاهدنا الموقف أنا سأفسر بطريقة، والأخ طارق سيفسر بطريقة، والجمهور سيفسرون بطريقة مختلفة. كل واحد مننا يعطي معنى للموقف والتجربة، لكن حقيقة هذا المعنى نحن نعطيه بناء على اعتقاداتنا وبناء على قيمنا وبناء على مبادئنا وبناء أيضا على تبريراتنا، نحن نبرر ما الذي يحدث معنا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة الافتراضات، والافتراضات هي مسلمات، نحن نسلم بأن هذا هو الصحيح وأن هذه وجهة نظر هي صحيحة مانعة. وقد تقول لي يا أخي في وجهة نظر أخرى، أقول نعم وجهة نظر أخرى، لكن أنا هذه الفرضية التي انطلقت منها. وبالتالي بناء على هذه الافتراضات نحن ننتقل لمرحلة اسمها مرحلة الاستنتاجات، نحن نستنتج من خلالها مجموعة من القواعد، مجموعة من الأصول. نرى أن هذه الاستنتاجات أنا أخذتها من فرضياتي، أنا ما افترضت عن طارق، أنا الآن بدأت أستنتج منه. مثلا افترضت عن طارق أنه طارق مذيع رائع، فاستنتاجاتي أن كل عمل سيعمله طارق هو عمل احترافي لأنه هو أصلا مذيع محترف. طب هذا استنتاجات، ولو استنتجت عكسا سيكون العكس الاستنتاجات. أيضا بعد ذلك يأتي عندنا الاعتقادات والمبادئ. ما هي اعتقاداتي ومبادئي؟ اعتقاداتي ومبادئي هي تلك الأمور الجازمة في داخلي بصحتها والتي أرى بأنها لا تتغير. كلمة اعتقاد، بعضنا يتوقع الاعتقاد دائما هو اعتقاد ديني، بينما الاعتقاد هو قد يكون فلسفي في داخلي. ثم يأتي بعد ذلك ردة الفعل. لو لاحظنا في هذا السلم نحن دائما نتفاعل مع ردات الفعل وننسى أن الإنسان لما اتخذ قراره اتخذه وفق منظومة المدرج. طيب لماذا رمز له بالسلم؟ وش خصائص هذا السلم يجب مراعاتها في التفكير؟ يا سلام، لما قلنا أنه هو اختار سلم لسبب، يعني إرجليس لما اختار السلم اختاره لسببين حقيقة. في سبب واضح، سبب واضح نسميه السبب السطحي. السلم دائما عملية تساعدك في عملية الصعود والنزول، وهذا السلم في الصورة اللي شاهدناها قد نصعد إلى درجات الفعل أو ننزل إلى درجات الملاحظة، وبالتالي بسهولة جدا قد نصعد لأعلى أو ننزل لأسفل. وذلك عندنا عمليتين، هي عملية أن نقوم بعملية الآن الاستدلال ونبدأ من أسفل إلى أعلى، أو نبدأ عملية الاشتقاق من أعلى إلى أسفل. إذا سمي سلم لأن إحنا نصعد فيه وننزل، فقد نستخدم هذا السلم بطريقتين، من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. عندما نفكر بتفكير بسيط من الملاحظة إلى الفعل فنحن الآن في مرحلة أن نبني بناء للفكرة، وعندما نبدأ من أعلى إلى أسفل فنحن نقوم بعملية الآن
الاشتقاق، فنأخذ من المعتقدات والمبادئ اللي عندنا نشتق منها أصول فلسفية نبرر عليها لماذا نحن لاحظنا هذا الأمر ولماذا لم نلاحظه. إذا هذا الآن النقطة الأولى، التفسير السطحي. التفسير العميق، السلم عادة أخطارك لما تستخدمه، هل تستخدم السلم على أرضية صلبة أم تستخدمه بدون أرضية صلبة؟ لابد من أرضية صلبة تضع فيها السلم، وأيضا أنت لابد أن تراعي اشتراطات سلامة. هل تستخدم السلم بدون وعي أم لازم تستخدمه بوعي؟ وعي، نعم. لازم تكون واعي أين وضعت السلم، وتأكد أنك مكان اللي وضعته فيه بشكل جيد، وحين تقول لشخص ما بالله لو سمحت امسك لي أنا خايف أسقط، أليس كذلك؟ وتأكد أن الأرضية صلبة ثابتة ما تتحرك. أيضا تكون واعي وأنت تطلع في السلم. هو يريد أن يشير إرجريس لأن إحنا أحيانا وإحنا نفكر ننسى ثبات السلم، نستخدم السلم بطريقة تلقائية وننسى أن نكون واعين أثناء تفكيرنا، فيظهر معنا ردات فعل قد تكون عنيفة تجاه الآخرين وقد تكون أحيانا خاطئة، والسبب أن إحنا لم نكن واعين بصعودنا على هذا السلم. إذا وضع السلم، استخدم كلمة السلم لأمرين، الأمر الأول لإيضاح فكرة نحن نصعد في هذا السلم وننزل، والفكرة الثانية أن هناك اشتراطات وضوابط ومعايير يجب أن تكون واعية لأن نفكر في تفكيرنا أثناء استخدامنا هذا السلم. جميل. طب احنا ذكرنا بعض المكونات، لكن أنا ودي دائما يعني ننزل السادة المشاهدين بمسألة مثال. أنا سأضرب مثال يمر على جميع الشباب الذين تورطوا في أعمال إرهابية، أنه يرى حال المسلمين في العالم، نعم، كيف يتدرج في هذا السلم، يا سلام، ثم يرى هذا الحال يقول طيب هذا الحال لابد أن أقوم بشيء، فيفعل هذه الأشياء الإجرامية ربما من التفجير. يريد يرجعوا لي الصورة. طيب عشان أعطونا الصورة وكيف يتدرج فيها. يا سلام عليك، لاحظ معي الآن هذه الصورة. الصورة هذه هو الآن لاحظ في الملاحظة في الأسفل، لاحظ الآن حال ظلم وحال المسلمين، فلنقل أنه لاحظ الآن مجزرة تحصل الآن في أحد الدول الإسلامية، نعم، وشاهد الآن المسلمين وهم يقتلون. هو لاحظ، ما الذي يتحرك مباشرة معه؟ نحن نقول المفترض أنه سيكون عندنا ملاحظة ثم سينتقي، بمعنى أنه سيقوم بعملية الآن تفكير منطقي يجمع معلومات ثم يعطي معنى ثم افتراضات. لكن لو لاحظنا في الصورة الثانية، هو في الحقيقة لا، هو بناء على اعتقاداته هو يقوم بعملية ملاحظة ما يريد أن يلاحظه، فيندفع مباشرة ردة الفعل دون أن يجمع معلومات، دون أن يفكر فيه بديل آخر، دون أن يقول أنا في معلومات ناقصة عندي حتى الآن ما حصلت عليها. ولذلك هو يرى أنه نتيجة لأن الدولة حتى الآن ما تناغمت مع سرعته، العالم الإسلامي كله عاجز أن يصل لسرعته في ردة الفعل، فهو اتخذ ردة فعل سريعة أن هو سيقوم بالأمر وهو سيكون الحجة وهو سيعطي ردة فعل السريعة. فمشكلتنا في هذا السلم الاستدلال أننا لا نأخذ السلم من الأسفل إلى الأعلى. فلنقل معايا كالتالي، شفنا الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصور مسيئة ملاحظة، شاهدنا صور رسما صور مسيئة، صحيح. البعض على طول مباشرة الآن كيف يعملون هذا الأمر ويجب أن نقوم بالمقاطعة، وصلنا مرحلة التفجير والقتل. طيب هذه الصور كانت موجودة في قريش، كانت موجودة، أليست صور شعرية؟ نعم. وكان هناك قصائد وكان هناك شعر وسموه الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون، سموه كاهن، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تنقل لنا؟ لماذا؟ لأن التفكير في تلك المرحلة كان تفكير استدلالي، بمعنى نفكر بطريقة منطقية فيها نوع من التفكير المنطقي، نرتب فيها الأولويات ونفكر كيف نفكر. لتذكيرك بهذا الأمر أستاذ طارق، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بالأرقم، وكانوا في الدعوة السرية، الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في دار الأرقم بالأرقم، فجاءوا أبو بكر الصديق، فقال أبو بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال فقم بنا يا رسول الله فنخرج لهم. يعني يريد أبو بكر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى عند الكعبة ويعلن الدعوة، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ليس بعد، يعني ليس الآن في هذا السلم، ليس الوقت، في بدائل أخرى أنت ما فكرت فيها. أبو بكر نظر في الأمر ثم عاد اليوم الثاني وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نفس العبارة، يا رسول الله ألسنا على حقهم على باطل؟ قال له بلى. قال له فقم بنا يا رسول الله، قالوا ليس بعد. اليوم الثالث تكرر نفس الأمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دونك وذاك، فخرج أبو بكر فجاء عند الكعبة فنادى قال يا قوم، ما أكمل عبارته إلا وهجم عليه كفار قريش وضربوه ضرب قوي جدا، لدرجة أنه لما جاء يأخذوا بناته ويحاولوا يسحبوه كان عمامته اختلطت بالدم. مرت سنوات على هذا الموقف، ثم جاء صلح الحديبية، بينما كان يوقع الصلح في داخل الخيمة عمر كان يقف عند باب الخيمة، فعمر كان يعطي زفرات. عمر ليس محتجا على توقيع، فعمر مؤمن بهذا الأمر، إنما عمر كان تنزل الآيات على 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 لسانه، فعمر كان منتظر لعل الله سبحانه وتعالى ينزل آية، فكان يعطي زفرات
فقال له أبو بكر: ما بك؟ أبو بكر بجانبه قال له: ما بك؟ قال له: يا عمر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال له أبو بكر: على رسلك يا عمر. إيه يا عمر؟ إلزم غرسه. ما معنى إلزم غرسه؟ يعني امشي على نفس طريقته، امشي على نفس وسيلته. هكذا علم الصحابة على تفكير منطقي يراعي التتابع والاستدلال والتفكير فيه بطريقة منطقية. ولذلك تذكرنا عندما وقع الصلح وجاءوا مجموعة من المهاجرين إلى مكة، أرجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نحن نتكلم عن تفكير منطقي يجب أن يكون عندنا في الاستدلال. إلا أن شبابنا اليوم لا يجدون هذه الطريقة في التفكير، ولا يجدون هذه الطريقة في عملية الاستدلال، ولا يمرون بالمراحل المسارعة التي تخلينا نستطيع أن نصل مرحلة الاستدلال بشكل منطقي. حتى أنه قد يأتيهم عالم من العلماء ويقول لهم: عرس لكم، ترى أنتم حماسة، هذه الحماسة والشحن الكبير العاطفي هذا اللي عندكم ما هو صحيح. في حديث آخر وفي آية أنهم لا يسمعونه، هم يريدون يسمعون فقط الجانب العاطفي. نحن نفكر عادة بعواطفنا أكثر من نفكر بمنطقنا. جميل جدا. طيب إذا هذه يعني بشكل سريع هذا السلم، لكن نأخذ السلم يعني بنقطة نقطة. نبدأ أولا في الملاحظة، كيف تتم وكيف تأثيرها على حياتنا وتفكيرنا؟ الملاحظة، نحن في الحياة في حياتنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من المثيرات خارجنا. هذه المثيرات موجودة عندنا بشكل كبير جدا. أنا وياك الآن في الاستوديو عندنا مجموعة مثيرات وعندنا مجموعة منبهات. المثير بالنسبة لنا هو كل تفاصيل المكان اللي احنا موجودين فيه. بمعنى لون الكوب هذا يعتبر ماذا؟ مثير. وجود هذا القلم يعتبر مثير، الورقة هذه تعتبر مثير، درجة حرارة الغرفة يعتبر مثير، وجلوسك قدامي الآن يعتبر مثير، الكاميرات بالنسبة لي تعتبر مثير. كل التفاصيل المكونات تعتبر مثيرة. بل الأعجب من ذلك ليس هذه المكونات فقط، تفاصيل المكونات يعتبر بالنسبة لنا مثير. وبالتالي المثيرات عددها كبير جدا. ويليام جيمس يقول قد تصل ويليام جيمس واحد من كبار رواد علم النفس، وهو من مرحلة الفلسفة ودخل في علم النفس. ويليام جيمس يقول قد تصل المثيرات عند الإنسان في اللحظة الواحدة لحدود 2 مليون مثير موجود عند الإنسان. لكن ليس كل المثيرات هذه تناغم تفكيرنا ونلاحظها. نحن نلاحظ من هذه المثيرات ما نحن ننتقيه. ماذا ننتقي؟ ننتقي شيء اسمه منبهات. ما المنبه؟ هو ما جذب حاجة عندي أنا الآن، يعني منبه داخلي، منبه أنا أتنبه له. إيه؟ أنا أتنبه له لحاجتي ما عندي. فأنا الآن بينما أتحدث معك عيني دائما موجودة على الكاميرا، لأنه قالوا لي لازم عينك تكون موجودة في الكاميرا. بالنسبة لي تعتبر ما لا منبه. منبه أنت بالنسبة لي تعتبر منبه. أنا بالنسبة لي الآن الخلفية اللي وراك، خلفية الاستديو بالنسبة لي مثير، لكنها ليست في درجة تنبيه عالية. عندما تحرك يدك تعتبر بالنسبة لي منبه. لو أنا شعرت بالعطش فيعتبر الكوب هذا بالنسبة لي أصبح الآن منبه. إذا من منبه؟ هو أحد المثيرات التي ارتفع إلى مرحلة أنه استدعاء حاجة عندي. قد يصل من هذه المنبهات 132 منبه. من كم؟ من 2 مليون أشياء محيطة عندي. لتوضيح ذلك أخ طارق، عادة تكون مثيرات عندنا موجودة كثيرة، بس أنت عطشت فجأة تبحث عن ماء، أليس كذلك؟ نعم. إذا هذا الآن منبه. هذه المنبهات ليس كلها تجذبك. هناك رقم نسميه رقم جورج ميلر السحري. رقم جورج ميلر السحري هو 7 + 2 من المنبهات هي التي أنت في العادة تضع وعيك عليها. الإنسان الاعتيادي الذي ليس لديه تشتت وليس لديه اضطراب فكري هو في العادة بهذه الطريقة ينتقي من مجموعة المثيرات اللي عندنا موجودة. السؤال الآن، كيف نستطيع أنا وأنت أن ننتقي أثناء الملاحظة من كل هذه المثيرات الخارجية والداخلية، الأشياء التي تجذب انتباهي أنا؟ فما يجذب انتباهي أنا قد لا يجذب انتباهك أنت. أذكر لك قصة. مرة كنت في الطيارة ووقفت الطيارة. تعرف لما توقف الطيارة الناس كلهم يوقفون، صح؟ فأنا وقفت في الطيارة وأمامي يعني الناس، ورايا رجل شايب كبير في السن، وكان الله سبحانه وتعالى معطيه صحة. فأنا واقف واللي وراي واقفين، وزوجته ختيارة كبيرة وراي واقفة، فدفعني ببطنه فاندفعت الأمام شوية، فالتفت نحوه وأنا منزعج صراحة من هذه الدفعة، واللي قدامي انزعج فالتفت نحوه زي ما يقولوا كذا أزوره، يعني أعطيه انتباه، انتبه لي، وكنت زعلان حقيقة. فدفعني مرة أخرى فتقدمت شوية فالتفت عليه، فزوجته ايش قالت له؟ شوية شوية على الشاب. فقال لها: محصور السكر. إذن هو لديه ماذا؟ مثير داخل. فأول ما قال السكر أنا بدأت الآن تغيرت نفسيتي. يا لو سمحتم خلي الوالد يمر لو سمحتم. ما الذي تغير؟ أنني في البداية لم ألاحظ هذا الأمر. إذن نجي على المرحلة الأولى، مرحلة الملاحظة. مرحلة الملاحظة هي معناها هي المرحلة التي نلاحظ فيها كل المثيرات الخارجية. إلا أن مهم جدا أن نوضح، نحن لا نلاحظ كل ما يحصل في الخارج. واحد اسمه أولوانت كينجي، هذا واحد من كبار اسكتلندي، واحد من كبار علماء النفس، يقول عبارة جميلة جدا. ماذا يقول؟ يقول: سنلاحظ أننا لا نلاحظ،
بمعنى نحن في تفاعلاتنا الحياتية لا نلاحظ ما الذي يحصل، نحن نلاحظ ما نحن نريد أن نلاحظه. يعني تقابلنا أنا لك أخ طارق، أول ما تقابلنا أسلم عليك، بدل ما أسألك ها إيش أخبارك، وما لاحظت أنك أنت تعبان، ما لاحظت أنك مصفر، ما لاحظت أنك أنت منزعج، لا على طول باش ها جاهز للحلقة، لأني أنا أريد مركز على جزء هو جزء تصوير الحلقة وجزء عنده، فأندفع لملاحظة ما أنا أريده. وهذا الجزء من الملاحظة الانتقائية عندنا أننا في ظل هذه المثيرات كلها أنا ألاحظ ما أريده، مع ذلك لما أكون في موقف أنا وأبويا أكون أنا ألاحظ شيء، والدي يلاحظ شيء في نفس الموقف، وأنا مع زوجتي أنا ألاحظ شيء وزوجتي تلاحظ شيء آخر، وفي عالمنا وفي محيطنا الشباب يلاحظون خير ما يلاحظون من الأبناء. طيب تخيل معي الآن في ظل الانفجار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي والمثيرات والمواقف والأحداث السياسية اللي تتم والأحداث الاجتماعية، معنى ذلك أن عندنا انفجار فيما ممكن ملاحظته. إذا لم يكن لدينا موجهات جيدة للانتقاء والتفكير فستكون لدينا مشكلة كبيرة جدا. ولذلك إغلاندايس ماذا يقول؟ يقول ما يحصل يحدث، لكن السؤال أنت كيف تراه؟ ولذلك الملاحظة نحن كيف ننتقي من الأحداث والمثيرات الموجودة من حولنا. كلنا تدخل لنا مثيرات موجودة، لكن كيف انتقيناها؟ ما هي الآن قيمنا؟ ما هي مبادئنا؟ وهذا هو السؤال الآن اللي يأتي، اللي بعد الملاحظة يأتي الانتقاء. هل في حلقة وصل بين الملاحظ وانتقاء، أم إنها فعلا ملاحظ ثم انتقاء مباشرة؟ يا سلام، هل هناك أشياء داخلية قبل ذلك؟ عندنا ثلاثة مرشحات داخلية تقدر تقول عنها عبارة عن نظارات نحن نرى بها الأحداث من خلالها. ثلاثة مرشحات نحن نرى بها الأحداث الموجودة. مرشح الأول مرشح الحذف، أنا أحذف كل ما يتعارض مع فكري، مع معتقداتي، مع قيمي، مع توجهاتي، مع خبراتي السابقة، وبالتالي أنا أحذف كل ما لا أراه. هناك جزء من التجربة نحن قد نحذفه أحيانا، وبالتالي نحن نخبيه حتى في كلامنا، نشيله من التجربة. أنا عندما قابلت اليوم الأخ طارق سلمت عليك، أنا حذفت الآن إنه والله مثلا أنت من أين جاي، أنا من العرض مباشرة، كيف حالك، ها جاهز للحلقة. إذن أنا حذفت كل الجزء الأول. نحن في العادة نحذف بطريقة انتقائية. الحذف هو عبارة عن عملية إيجابا أو سلبا قد تحصل. إيجابا كيف؟ يعني مثلا حصل لي موقف سلبي في حياتي فأنا أحذف هذا الشيء السلبي وأتجاوز عنه وأعيش حياتي. الشيء السلبي إني أنا أحذف شخص. مرة من المرات قابلت أحد في استشارة، جتني أحد الزوجات تقول لي أنا حاذفة من حياتي زوجي. قلت لها كيف؟ قالت هو معي في البيت بس أنا ما أشوفه، ما أحس أنه موجود. تخيل؟ إذا نحن قد نحذف شيء. ما قد حصل لك مرة أرسلت ابنك إلى المطبخ يجيب ملح وقال لك ريحت المطبخ ما حصلته؟ هو سوى الآن عملية إدراكية اسمها عملية الحذف. عملية الحذف هي عملية في الجشطلت. عيد مرة أخرى التفسير للجميع. تخيلوا معي لو عندنا هذا القلم، ركزت على القلم الآن، فأن يحصل عندي الآن حذف للخلفية. طب لو ركزت الآن على الخلفية فأنا أحذف من؟ القلم. نحن نحذف بهذه الطريقة، نحذف أحيانا جزء من التجربة نتيجة كما قلنا الإدراكاتنا. إذا هذه العملية الأولى، عملية الحذف. العملية الثانية هي عملية التعميم. نحن نعمم أحيانا بعض التجارب تمر علينا نعممها تعميم إيجابي أو تعميم سلبي. يجي ابنك من المدرسة يقول لك بابا ضربوني اليوم في المدرسة، ضربوني، يعني المدرسة كلها ضربته لأنه سوى عملية تعميم. فسأله تقول له مين ضربك؟ يقول لك بابا فصل خامس، خامس كلهم ضربوك، كم واحد في خامس كلهم ضربوك؟ لا مش كلهم، كلهم، مين ضربك من خامس؟ قال عبد الله، عبد الله ضربك، كيف ضربك؟ لاحظ أنه بداية نحن ماذا نفعل؟ نعمم، ثم مع الأسئلة نكتشف أننا ماذا نفعل؟ نبدأ نخصص. نحن عقولنا مجهزة لعملية اسمها عملية التعميم. هذا التعميم يخلينا لما أنظر لجزء من التجربة أنا أعممه على كل التجربة. وذلك لما يحصل مثلا عندنا أزمة في العالم الإسلامي، مثلا دولة حصل فيها مشكلة نقول العالم الإسلامي مضطرب، كل العالم الإسلامي مضطرب، كله عممت بهذه الطريقة. كيف عممت؟ لا يقيمون الشريعة، كلهم ما يقيمون الشريعة يا أخي، كيف عممت؟ هذا التعميم قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. العملية الثالثة هي عملية التشويه، أننا نشوه جزء من التجربة، نشوه التجربة. نحن نرى ما نريد أن نراه. عندما نشاهد موقف نحن نريد أن نراه. أذكر مرة حصل أنه في انفجار حصل في الرياض، تذكر؟ حصل عندنا في الرياض مرة في طريق خريص حصل عندنا انفجار ضخم لأحد حاويات الناقلة للغاز. نعم الغاز، نعم الغاز. أنا أذكر هذا الموقف حصل معي، كنا يوم إجازة، أذكر أنه يوم سبت أو يوم خميس، فخرجت الصباح بدري، أنا أسكن في طريق خريص، خرجت بدري الصباح عند طريق خريص من مدخل للتوصيف للجميع، يوجد مثلث يدخل من طريق الشافعي تدخل في طريق خريص، يحصل فيه ضيق. سيارتين صباحا، المكان فاضي صباحا ما في احد، ثلاث سيارات احنا،
واحد مع جيمس وواحد مع سيارة صغيرة، لف صاحب الجيمس عليه، نزلوا الاثنين احتدوا على بعض. وقفت أنا رقم ثلاثة، فوقفت كل واحد منهم يبغى يضرب الثاني. جيد، خلاص هم شايفين الموضوع الآن إن إحنا لازم نتضارب، وأنا بين يا جماعة حدوا شهدوا صلوا على النبي. في هذه الأثناء فجأة سمعنا صوت قوي جدا، صوت عالي جدا، انفجار اهتزت من تحتنا الأرض. فاستغربنا، فركبنا كل واحد سيارتنا نسينا الحادث ومشينا بسرعة. لما وصلنا عند الكوبري وشفنا الحادث وشفنا السيارات وهي منفجرة وشفنا كل الحريق، نزلت من السيارة فإذا الاثنين اللي كانوا بيتضاربوا نزلوا سجدوا. فقلت لهم إيش حصل؟ قالوا نحمد الله أن صادمنا. صادمنا الحمد لله أن صادمنا. تخيل لو بس صادمنا ومشينا كان إحنا الآن رحنا في الانفجار هذا. زين، فنحن لا نعرف أين المحنة وأين المنحة في حياتنا، إنما نحن بهذه الثلاث العمليات نحن ننتقي من التجارب تحصل معنا في حياتنا. كل موقف يحصل نحن بناء على هذه الثلاث عمليات نقوم بعملية الانتقاء. نقوم بعملية الانتقاء. شكرا جزيلا لك دكتور. لعلنا نأخذ فاصل قصير ثم نعود. إذا فاصل مشاهدي الكرام ثم نعود من جديد. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. نتحدث في هذا المساء عن سلم الاستدلال وأثره في تعزيز الأمن الفكري مع الدكتور محمد العامري. دكتور محمد، احنا انتهينا من مرحلة الانتقاء وذكرت المرشحات الثلاث، الحذف التعميم التشويه. أثر هذا في شيء معلوماتنا في نهاية الأمر. يا سلام، ما دام نتكلم عن مرحلة الانتقاء معناه أن في عندنا شيئين. احنا نتكلم عن الانتقاء. الانتقاء هي عملية تصنيف وعملية انتخاب. زين، معنى ذلك أن في أشياء احنا عملناها وفي افتراضات واحتمالات وأفكار نحن لم نأخذها في الحسبان. وهذا ما يحصل. ممكن أني أنا الآن نصايح الوالد أنا جنبتها على جنب، ما أخذتها ولا انتقيتها. نصايح علماء يعني راسخين في العلم أنا تركتها على جنب، لم أنظر لها. لماذا؟ لأني أنا انتخبت وانتقيت ما يتوافق مع فكري، ما يتوافق مع معتقدي أنا، ما يتوافق مع افتراضاتي، مع نظرتي، واعتبرت بأن هذول أصلا يعني نظرتهم قاصرة. أحيانا حتى وسائل الإعلام تساعد في عملية الانتقاء وتجعلنا انتقي. تقول لك مثلا أكبر السن هذول أصلا يعني لا تأخذهم، هذا علماء هذول أصلا كلهم علماء سلطان، هذول لا تأخذ منهم فكرة. لماذا؟ حتى يصبح عندنا مرشح أنا انتقي فيه. وذلك مهم جدا في مرحلة الانتقاء أن نسأل أنفسنا دائما سؤالين. السؤال الأول، ما المعلومات التي أنا ركزت عليها وأخذتها وأصبحت عندي محور اهتمامي؟ وهل لها شواهد فعلا حقيقية؟ هل لأني سأقوم بعد قليل بعملية تدقيقها، هل لها شواهد؟ هذا واحد. السؤال الثاني، ما المعلومات التي أنا أهملتها؟ وهل توجد مصادر أخرى ووجهات نظر أخرى ورواية أخرى أنا لم أنتبه لها في الموقف؟ وبالتالي قد تكون هي أصدق وتكون هي أدق وقد تكون هي الواقع الحقيقي، وأنا أخذت انتقاء ما أنا يناسبني أنا. إذا نحن في العادة في المواقف نحن ننتقي. وعلى فكرة أستاذ طارق، أكثر مشاكلنا في موضوع الطلاق والانفصال في الحياة الزوجية ومشاكلنا الإدارية ومشاكلنا مع أبنائنا هي في موضوع انتقاء، إن ماذا يركزون عليه أثناء الموقف. تقول لابنك، أنا مرة كنت أكلم ابني، فيش قلت لابني؟ قلت له يا ابني خليك رجال. قال لي يعني أنا قصدك أنا مش رجال؟ هيا شوفها، هو انتقل الآن الجزء اللي هو يريده. تمام؟ لأننا عندما نكون نحن الآن في حالة عصبية نحن نصبح الآن في حالة انتقاء، وبالتالي يصبح عندنا الآن في الانتقاء يجب أن ننتبه للشيء التالي. يجب أن أربع أشياء لا تخدعنا. نبرة الصوت يجب أن ندقق فيها، لأنه أحيانا نبرة الصوت تخليني أنتقي غير المحتوى غير المضمون. النقطة الثانية، خلفيتي عن الشخص الآخر وخلفيتي عن نفسي عن ثقافتي لأنها تؤثر. النقطة الثالثة، السياق الموقف اللي احنا فيه موجودين، وأيضا تؤثر أيضا علينا عملية الآن المبادئ والقيم اللي عندي موجودة. هذا كله ما زلنا نحن في مرحلة الانتقاء. طيب ننتقل الآن مرحلة التفسير أو المعنى. التفسير معنى، أنا أفهم التفسير أنه يعني البحث عن معنى في هذه الملاحظة وبعد هذا الانتقاء بذكر سبب هذا الشيء أو غيره، لأنه من خلال السبب يعني ينتج بعد ذلك السلوك. ما هي هذه المرحلة وكيف نفهمها وكيف نعرفها؟ هذه المرحلة، مرحلة المعنى، هي عبارة عن تكوين صورة ذهنية للحدث في داخلي. صورة ذهنية، ولكن نحن نقول الحكم يعني صورة على الشيء من الواقع، صورة من الواقع معكوسة في داخلي. نحن ماذا نقول؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوري. ونتذكر في علم المنطق أن عندنا دائما في الحكم على الأشياء بطريقتين، أما طريقة بديهية بمعنى أنك تأخذ الأشياء بديهة دون تفكير، ما يحتاج أن تتأمل فيها، وفي أشياء تحتاج إلى تأمل. فنحن هنا في مرحلة المعنى نحن كوننا صورة ذهنية عندي في المعنى للحدث. هذا الكوب هو شيء خارجي، أنا الآن كونت عن هذا الكوب صورة ذهنية في عقلي أنا كيف تخيلته. للعلم فقط أخطار، ما أنا أتخيله عن الكوب ليس بالضرورة ما تتخيله أنت عن الكوب. ولكن نقول عندنا ثلاثة أشياء، هناك مدرك، المدرك اللي هو هذا الشيء الموجود عندي الآن، هذا الشيء الآن يمكن إدراكه، وهناك مدرك وهو أنا،
وهناك الآن عندي إدراك، عملية التي أنا أدركت بها هذا الأمر. فبالتالي الآن أنا عندي هذا الكوب الخارجي، يا ترى كيف انطبع في ذهني داخليا؟ فقد ينطبع في ذهني داخليا كوب آخر، هو بناء على إيش؟ اللوحة لما رسمتها، رسمتها بناء على قيمي، بناء على مبادئي، بناء على تصوراتي للأحداث. فقد ترى أن ما شاهدناه هو شيء، لكن ما نظرت له في داخلي هو شيء مختلف. وهنا تكمن المشكلة عندنا في موضوع المعنى والتفسير. فنقول من المهم ما يحدث، لكن الأهم هو أنت كيف تراه. جليندايس يقول عبارة جميلة، ماذا يقول؟ سألوا سؤال، قالوا له أصبحت ملكا على العالم، هذا إبيكتيس، قالوا أصبحت ملكا على العالم، ماذا تريد أن تعمل؟ إيش أول قرار ستسويه؟ قال أول قرار أسويه تثبيت المعاني. قالوا له كيف؟ أنت بتصير ملك على العالم عشان تثبت معاني؟ قال نعم، لو ثبتت المعاني ملكت الناس، لأن تثبيت المعاني معناه وجود أفهام مشتركة. مايكل أنجلو يقول عبارة خطيرة جدا، يقول إن أخطر شيء أثناء عملية التواصل أنا نعتقد أننا نتواصل، بينما نحن لا نتواصل، نحن نتصل. يعني بمعنى الآن عندنا هذا الكوب يا أخ طارق، هذا الكوب موجود أمامي وأمامك، أنت قد ترى أنه كوب ما، وأنا قد أرى الآن أنه هذا ممكن يأثر الآن على الأوراق وينكفي عليها ويحط أوراق كلها، وبالتالي بالنسبة لي مخيف. أنت قد ترى الآن أنك أنت عطشان تريد أن تشرب، وأنا أقول لا بعدوا عني، زين. فبالتالي نحن كيف نرى الحدث، كيف تكون تصوراتنا؟ طبعا هذه النظرة للحدث ستعتمد على خبراتنا السابقة، وعلى أيضا فلسفتنا وثقافتنا الشخصية ونظرتنا للأمور والاحتمالات اللي عندنا والتفضيلات الموجودة عندنا، وأيضا على اهتماماتنا وتفسيراتنا. نحن في العادة كل منا يحمل تفضيل معين، بعض مننا تفضيلات وتفضيلات بصرية، بعضها سمعية، بعضها حسية، وأيضا عندنا خبرات وعندنا ثقافات. فلا تتوقع بإني أنا مثل الناس كلهم، أنا لي يشبهوني في من في تفضيلاتي، لكن ليس كل العالم. ولكن نقول كالتالي، الناس المتشابهون يتحابون، بمعنى الناس اللي يتشابهون في تفسيراتهم للأمور تلقاهم دائما عندهم قدرة يتواصلون بشكل سريع جدا. إذا التفسير له دور كبير جدا في حياتنا، ولكن لما يحصل عندنا أي أزمة في العالم الإسلامي راح تلاحظ أن التفسيرات عندنا مختلفة، كل واحد يفسر بناء على قراءته للموقف والمشهد بطريقة مختلفة. نعم، ننتقل بعدها إلى الفرضيات. هل في فرق بين الفرضيات والافتراضات؟ يعني الفرضية نعرف أنها إجابة عن سؤال تقريبا متوقع. نعم. فما الفرق بينه وبين التفسير، وكيف تتم هذه العملية؟ يا سلام، نحن في العادة لما أنا أبغى أعطي معنى، أنا أعطيت معنى، أصدرت معنى. الآن أنا سألتني سؤال، هذا الكوب ما هو الآن بالنسبة لك؟ قلت لك والله بالنسبة لي أخي أنا صراحة مخيف، هذا الكوب ممكن يكفي الآن على أوراقي، بالنسبة لي مخيف. طيب لاحظ معي أن الكوب بالنسبة لي أنا أعطيت معنى أنه بالنسبة لي مخيف. لو سألتني سؤال لماذا هو مخيف، فرضية عندي أنه قد ينسكب الآن على الأوراق، هذه فرضية. إذا الفرضية هي كما ذكرت أنت الآن، الافتراضات جمع كلمة فرضية، والفرضية هي عبارة عن اعتقاد مسلم بصحته نسبيا. لاحظ كلمة نسبيا، أي أنه نسبيا هو مسلم بصحته، لكن الافتراض هو عبارة عن قاعدة أولية، صياغة أولية، احتمال أولي، لكنه رجح عندي لدرجة أنه صار مسلم عندي نسبيا. في شخص قد يرى نسبي، وفي شخص قد يرى مطلق. هذا الافتراض مطلق، الماء ما ينحط هنا مطلقة، وقد يغضب لازم نشيله من هنا، جيد. فهذه عندنا ما نسميها افتراضات. حياتنا هي مجموعة من الافتراضات. أنا أفترض أنه فلان يحبني وذاك تلقيني سعيد معه، أنا أفترض أن فلان يكرهني تلقيني دائما مشمئز منه، أنا أفترض أنه فلان ما شاء الله معي انبساطي فتلقيني أتباسط معه في الحديث وأبدأ أتناقش معه. نحن نعيش وفق افتراضات عندنا موجودة، هذه الافتراضات هي عبارة عن أطر تأطير يؤطر عندنا الفكرة. ولذلك عندنا عبارة، ماذا نقول؟ من يضع الإطار يحكم النتيجة. حتى أوضح معنى كلمة افتراض، الافتراض شايف هذا العقال معي الآن، اعتبر معي أن هذا الافتراض، أنا اليوم الحلقة دي شوية فيها أشياء غريبة، لكن لتوضيح الفكرة، الافتراض هو عبارة عن إطار، إطار فكري يؤطر سلوكي. يعني بمعنى تخيل أن عندنا فكرة، لو وضعت عليه هذه الفكرة وتقبلت هذا الافتراض يصبح بالنسبة لي مسلمة. لو أنك أخ طارق اليوم جيت واتفقت مع الناس في الاستوديو كلهم تقولي لي عبارة، إيش تقولي؟ سلامات وجهك اليوم مصفر. انت قلت لي الان سلامات وجهك مصفر، فانا اخذت الفكره منك قلت لك اه والله الحمد لله انا اليوم بخير. بعدين قابلني بعد شويه الاخ خالد فقال لي سلامات وجهك اليوم مصفر. لا يعني غريبه، كلكم تفترضون نفس الافتراض؟ بعدين قابلني الاخ يوسف قال لي سلامات وجهك اليوم مصفر. معقوله يا اخي كلكم يفترضون نفس الافتراض؟ اذا معناه لازم انهم صحيح. لو انا عندي الان ضعف في معتقداتي الداخليه ومبادئي وافكاري ومعرفتي بنفسي ساخذ هذا الاطار. فنقول من يضع الاطار يحكم النتيجة.
لو انا تقبلت هذا الاطار سيحصل عندي نتيجه. طيب يا اخ طارق، لو انت جيت الان حطيت علي هذا الافتراض من اول لحظه وقلت لي سلامات وجهك مصفر، قلت لك لا يا اخي انت يبدو ان النظاره حقك مش نظيفه اليوم، مسح نظارتك كويس بس. فانا ماذا فعلت الان؟ كسرت الاطار. فلما كسرت الاطار انا رفضت ان يحصل عندي هذا الاطار من البدايه. لما يحصل عندنا في عمليات التجيش في الامن الفكري، اول ما ياتون للشاب ترى هم ما يقولوا للشاب انه والله انت شاب ويبدو انك ما تعرف شيء واحنا نبغى نصلحك، لا لا، هم ياتون يقولوا انت بطل، انت ابناء الصحابه. اذا ماذا يضعوا الان؟ اطار. اطار. وانت من سينصر الاسلام، ماذا سيحصل؟ اطار. والامه الاسلاميه كلها بحاجه لك، ولا بد ان تقيم انت الشرع. وإقامة الشرع يحصل باللسان، لكن هذول ما يستنصحون، ويحصل باليد، لازم تجيبه باليد. إذا ماذا يفعل الآن؟ إعطاء مجموعة من الأطر. فالافتراضات هي مجموعة من الأطر الفكرية التي تؤطر سلوكنا، لكن الخطورة فيها يا أخ طارق أن هذه الافتراضات مثلها مثل النظارة، نحن نشاهد بها العالم. إذا لاحظ معي أن الإطار الافتراضات هي ما نشاهد منه العالم. طبعا من الحكمة أن يكون عندنا قدرة أني كل مرة أطور افتراضاتي حول العالم، صحيح؟ إلا أن المشكلة عند البعض عندما لا يقل، ما يكونش عنده اطلاع كبير، ما يكونش عنده مواقف، ما يكونش عنده أكثر من مثير، فيصير عنده دائما الافتراضات اللي أخذها يعتبرها أنها صائبة ولا تحتاج نقاش وأنها دائمة وليست نسبية. طيب نجي للاستنتاج. الاستنتاج يأتي بعد الافتراض، كيف يأتي وكيف نستنتج أصلا؟ إيش معنى الاستنتاج؟ يا سلام، الاستنتاج هو الاستنباط، هو أنك تقرأ المشهد وبناء على اعتقاداتك ومبادئك وبناء على خبراتك السابقة، فأنت الآن تستنبط منه، تستل منه الأفكار الأساسية الموجودة فيها، فأنت تستنتج أن نتيجة لذلك الدوافع. ما الفرق الآن بين الاستنتاج وبين القراءة الظاهرية؟ إحنا عندنا عمليتين. في عندنا عملية اسمها العملية الأولى، عملية تحصل عليها من خلال الحواس الخمس. أنا ألمس هذا الكوب، هو بارد، جيد، هو بارد لأني ألمسه الآن بحواسي من؟ الخمس. هذه الطريقة ماذا نسميها؟ نسميها معرفة عامية. معرفة عامية في العلم تسمى المعرفة الأولى المعرفة العامية، هي كل معرفة يستدل بها الشخص من خلال حواسه الخمس. هذه المعرفة أنا أستدل من خلال حواسي بالنظر، باللمس، أنا أقول ماذا؟ أنه بارد. طيب لو أن الكوب هذا موجود أمامي ولكن أنا استدليت على أنه بارد ليس باللمس، إنما بأمرين، بالموقف وقراءة الموقف. أنا دخلت الاستوديو وبأني أنا ضيف، أكيد الناس داروا يمكن مني وجايبين لي موية، هل معقول يجيبون موية صاخن أو دافي؟ لا. يعني استدلال عقلي بالنسبة لي بأنه هو سيكون ماذا؟ بارد. طيب الآن هل حكمت بناء على قرائن وشواهد ولا حكمت على أشياء وخبرات سابقة مخزنة عندي؟ لا، شواهد. إذن على افتراضات. افتراض بما أني ضيف وبأنه الآن أنا في حلقة، والناس عادة العرف أنهم يحضرون كوب بارد، إذا هو الكوب ماله بارد. وذاك تلقاني حتى بدون ما ألمسه أقول معليش يا شباب والله أنا اليوم حلقي شوية، ممكن تجيبوا لي موية دافي؟ قال لي هو دافي أصلا، إحنا جبنا لك دافي. ما ليه كيف جبتوا لي دافي؟ دافي وفعلا دافي. إذا الاستنتاج معناه أن تحكم بناء على معتقدات ومبادئ وخبرات مخزنة. وذلك تأتي دور الافتراضات اللي قبل شوية تكلمنا عنها، الأطر. هذه الأطر هي تجعلك تستنتج إنه ما هو الصح وما هو الغير صحيح، ما الذي يجب أن يكون، ما الذي يجب أن يكون. ومعناها أنا نتكلم عن استنتاجات، معناها أن في عندنا احتمالين، أن في أشياء ركزت عليها في مرحلة الملاحظة وانتقيتها في مرحلة انتقاء ووضعت افتراضات لها، وبالتالي أنت استنتجت منها. وفي أشياء أنت أهملتها من البداية ولم تلاحظها ولم تنتقيها، وبالتالي في الافتراضات أنت غيبتها، فالآن حصل عندك في الاستنتاجات أنت أهملتها ولم تستخلص عنها نتائج ولم تقرأ حتى قراءاتها. طيب يأتي بعدها بعد الاستنتاجات طبعا الحكم النهائي تقريبا للاعتقادات والمبادئ التي تشكل لنا أحكام. ما هي هذه المرحلة؟ أعمق ما في الإنسان، أعمق ما في النفس البشرية موضوع الاعتقاد النفسي، وهو الأكثر ديمومة في حياة الإنسان. هذا الاعتقاد النفسي يبقى عند الإنسان راسخا في داخله. لكن قبل ما نوضح، إحنا عندنا في العالم الإسلامي أول ما نقول كلمة اعتقاد يذهب ذهننا على طول مباشرة للمعتقد الديني، لكن نحن نتحدث هنا ليس عن المعتقد الديني بذاته، نحن نتكلم عن المعتقد النفسي، اعتقادي عن شيء ما، اعتقادي بأن أنا بصحة جيدة، اعتقادي بأني قادر على التعلم، اعتقادي بأني يعني لابد أن أحترم والدي، هذه اعتقادات نفسية، اعتقادي بأني عندي القدرة على تأليف كتاب، هذه اعتقادات نفسية. الاعتقادات هذه كلها نسميها هي عبارة عن أفعال جازمة، حكم نهائي جازم بالنسبة للإنسان، يرى الإنسان بأن هذا الحكم منتهي صلاحيته قطعيا، هو منتهي. كيف توصل إليه الإنسان؟ من خلال ثلاثة أمور، أما بخبر
يعني شخص ما نقل له الفكرة وهذه الفكرة ماذا بقيت؟ خزنت عنده. وطبعا تحتاج هذه الفكرة إلى شحن عاطفي، قالها له والده أو قالها له عالم جليل أو شخص معين ذو اعتبار عنده مصداقية، فأخذ هذا الموضوع على أنه خبر مصدق بالكامل، أو من خلال تجربة شخصية، تجربة هو جرب وحصل على اعتقاد أن هذا اعتقاد بالنسبة له جازم خلاص أن هذا الموضوع صحيح، أو من خلال أنه هو الآن استدل عليه بعمليات عقلية، استدلال بعملية عقلية، تدبر وتأمل. ولك أن تتخيل أن هذا معناه أنه قد يقود عقله إلى التأمل والتدبر ويبني اعتقادات قد تكون خاطئة. الإنسان حتى عندما يضع أحد الاعتقادات ويحولها إلى مبادئ، ما الفرق بين الاعتقاد والمبدأ؟ الاعتقاد هو عبارة عن فكرة راسخة عند الإنسان، صورة ذهنية راسخة، والمبدأ هو عبارة عن قانون ذلك الاعتقاد. مثال على ذلك، واحد يقول لك والله يا أخي أنا اعتقادي أني أنا لازم ما أخذ ولا شيء منبهات في الليل، أي شيء ينبهني، لأنه أخذت أي شيء ينبهني في الليل خليني ما أنام. ممتاز. فأنا بالنسبة لي مبدأ أنا لا أشرب الشاي، ليش؟ لأن الشاي بيخليني ما أنام. طيب في ناس يشربون شاي وينامون عادي، هي أصبحت ماذا؟ مبدأ يحكم على اعتقاد، هذا الاعتقاد يصبح راسخ عندي الآن، وبالتالي هذا الاعتقاد يؤدي إلى عملية تفاعلي في الأحداث. نأتي إلى آخر نقطة وهي نقطة الفعل، يعني أكيد في نهاية الأمر سيكون هناك سلوك، ما هي هذه المرحلة؟ عادة الإنسان في ردة الفعل عنده السلوك، ما هو السلوك؟ هو كل تغير في البنية الكائن الحي، والسلوك يحصل من تفاعل ثلاثة أشياء، من الوضع الفكري الأفكار وهي المعتقدات والمعارف والافتراضات، وجزء آخر جزء العاطفي وهي جانب الآن الانتقاء والمعاني اللي حطيتها الآن عندي عاطفيا، وجزء ثالث عندي الآن يحصل هو الوضع الجسد عندي، وضع الجسدي صحتي أمراضي اعتلالاتي، كنت واقف كنت جالس، كيف طريقة جسدي أثناء الفعل نفسه، فيخرج من عندي السلوك. نحن في العادة السلوك يسمى نزوع، أي أن المخرج اللي يخرج معنا في الفعل، نحن في العادة عندما نخرج هذا السلوك نخرجه وفق خوارزمية. ما أقصد بخوارزمية؟ خوارزمية معناه آلية تفكير عندنا موجودة تلقائية روتينية خلاص مخزنة عندي، القرار هذا مبرمج عندي، فتجدني أعطي ردة فعل مبرمجة. نحن لا نفكر في التفكير، عندما يحصل موقف لا أتأمل في الموقف وأتدبر وأفكر في أفضل خياراتي، أنا أتصرف كما أنا تعودت أن أتصرف. كم من مواقف نحن تصرفنا فيها موقف بعدين فكرت في طريقة قلت يا ليتني اخترت شيء آخر. أنا أذكر أخطارك هذه للطرفة وللجمهور الكريم، بدايتي في التدريب، أول بدأت في التدريب كنت أتوقع التدريب يشبه التدريس زين، فأنا سافرت رحت دولة أخرى، أول دورة لي من أول دوراتي رحت أدرب برا السعودية، رحت أدرب دورة وجيت في قاعة تدريبية وكان الحاضرين عندي ناس كلهم كبار في السن، يعني أقل واحد عمره حدود 35 سنة في السن، والبلد بلدهم، أنا الجديد. فبدأت أول يوم لي في أول ساعة بدأت أشرح موضوع وبدأت أستشهد، فأحد الإخوة الحاضرين رد علي وقال لي الاستشهاد اللي انت قلته خطأ، فأنا توقعت زي التدريس، قلت له اطلع برا، ما أدري كيف مخزنة عندي التجربة، اطلع برا، كيف تقول لي خطأ اطلع برا؟ فالرجل وقف وقال لي أنا ما طالع برا، هذه بلدي انت اللي تطلع برا. واحتد الموقف، يعني تخيل هذه في أول نص ساعة لي وأنا عني مدرب جديد وعد لابس كرافتة وشكلي يعني أنيق وكذا، يا جماعة أنا ما عرفت إيش أسوي، كيف أدير الصف هذا كبار؟ فشعرت بأنه فجأة ظلمت عندي الدنيا وعدي خبرة جديدة في التدريب، ما أنا عارف كيف أدير الموضوع، فتلخبطت بشكل عجيب. ونتيجة للموقف خرج من يدي، بدأوا الناس يتكلمون وبدأوا يتحاورون مع بعض ويحاولون يهدونه وشوي بعضهم يهدوني، ضاعت مني الدورة، فقلت خلاص استراحة، وقفنا استراحة، قلت روحوا صلوا تعالوا، باقي على الصلاة، صلاة المغرب باقي منها وقت، فاتجهنا لنصلي، رحت توضيت، جاني رجل كبير في السن من الحاضرين في الدورة، رجل في حدود 70، جاء عندي وقال لي عبارة، قال لي يا ولدي أنت أستاذنا الآن في الدورة وأنت المحاضر حقنا، بس أنا عندي لك سؤال، قلت له تفضل، قال لي يبدو أن خبرتك في التدريس قليلة، أنا أتكلم عن 1417، فقلت له يعني أنا ترى مدرب، قال لي لا بس أنا أسألك سؤال، قلت له تفضل، قال لي هل هذا أفضل خيار أنت اتخذته؟ سكت، قال لي هل في خيارات أخرى؟ هل كان ممكن تدير الحوار بطريقة أخرى؟ قلت له نعم، قال لي ليش ما فكرت فيها؟ ليش ما فكرت أنك أنت الآن تفكر بطريقة ثانية؟ لأنني أنا مبرمج على طريقتي في التدريس، ماذا سأقول؟ أطلع برا، روح للمرشد، روح عند المدير، خلاص؟ فبالتالي إحنا عادة في تفاعلنا مع الأحداث نحن نتعامل مع خوارزمية عندنا موجودة، نحن لا نفكر في مرحلة الملاحظة والانتقاء والمعنى، نحن نعملها آليا بسرعة، فنمارس السلوك.
لكن عندما نحصل على مرحلة التأمل والتفكير فيما نحن فعلنا ونبدأ نتأمل قراراتنا قبل أن نتخذها، سنجد أن كثير من قراراتنا اللي اتخذناها كانت تحتاج للتفكير في التفكير وللتأمل في التأمل، وبالتالي يمكن أخذ ردة فعل أفضل. طيب جميل، احنا بقى عندنا 5 دقائق، يعني هل هذه هذا السلم هل من الممكن أن يكون من تحت إلى أعلى، من الأسفل إلى الأعلى، أو فقط ممكن نعكس السلم من جديد، وماذا يحدث؟ يا سلام، السلم هذا هو وضع سلم من أجل نصعد فيه من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل، لكن الأخطر فيه هو النزول من أعلى إلى أسفل. يعني يبدأ بالفعل؟ نعم، لو فكرنا ليس نبدأ بالفعل إنما نبدأ نتأمل. لاحظ معي أن عندنا عمليتين، عملية من أسفل إلى تحت اللي مرحلة جمع معلومات ثم معالجتها ثم الفعل، من أعلى إلى أسفل هي مرحلة التأمل في قراراتي. نقول دائما قبل ما تتخذ أي قرار، أي ردة فعل، اجلس مع نفسك، احضر قلم وورقة وفكر في هذا السلم بالمعكوس. كيف؟ فكر بالمعكوس، تعال خلنا نفكر بأي شيء. خلنا نقول مثلا أنا سأضرب مثال حياتي وبعدين نضرب أمثلة على مستوى من الأمن الفكري. فلنقول أن عندي أنا مبرمج، مبرمج في المؤسسة. هذا المبرمج يتأخر يا أخي في أعماله ويتأخر في تسليمها، تجدر أنه يتأخر، تأخرت مشاريع والناس تتأخر مشاريع، بدأ العملاء عندي يشتكون، فأنا قررت أن أطرده. أنا مدير عام قررت أطرده. إذن هذا الفعل، هذا الفعل، الفعل عندي الآن قرار هو قرار طرده. أتمنى من الإخوة رجعوا لي الصورة وسنتفكر معاك أنا وياك الآن بالتأمل عكسي. نعم، سننزل السلم من أعلى الأسفل. الفعل عندي الآن ما هو؟ الفعل عندي الآن هو قرار طرده. طيب خلني أسأل نفسي السؤال، ما هو الإجراء اللي تعمله؟ سأصدر قرار بفصله. فنقول طيب على مهلك، رسلك لحظة في الفعل، أنت بتصدر قرار الفصل، خلاص إحنا موافقين، صدر قرار الفصل، بس أعطي نفسك 3 دقائق فكر فيها. أفكر في ماذا؟ هذا رجل دائما يتأخر، طيب تعال بس ننزل شوية درجة، ننزل درجة الاعتقاد، لماذا قررت أن تفصله؟ قررت أن أفصله لأنه أي مبرمج يتأخر في الوقت فهو عندي اعتقاد بأنه لا يعرف، ما عندهش التزام بالوقت، ولا عنده إدارة مشاريع، ولا يحترم المنظمة. هذا اعتقادات ومبادئ في عملنا. طيب حلو، إحنا مؤمنين بهذه الاعتقادات والمبادئ، وهذا الشخص ممكن يكون مؤمن بها، كيف قررت أنه غير مؤمن بها؟ طب خلينا ننزل شوية الاستنتاج، كيف استنتجت أنه هو أصلاً لا يحترمك ولا يحترم المبادئ ولا يحترم الوقت؟ كيف استنتجته؟ لأنه يتأخر في تسليم المواعيد، في تسليم شغله يتأخر. طيب أنت كيف حكمته أنه يتأخر؟ تعال ننزل درجة شوية، الافتراض، إيش الافتراض اللي عندك؟ الافتراض اللي عندي بناء على 3 مشاريع تأخر فيها، فبالتالي هو لا يحترم الشركة ولا يحترم مواعيدنا. هذا افتراض. طيب تعال ننزل شوية، إيش اللي كونت عندك صورة؟ كونت عندي صورة ذهنية أن هذا الشخص غير ملتزم وأن هذا مبرمج غير ملتزم. طيب تمام، صارت صورة ذهنية في عقلك بناء عليها أنت فصلته أنه غير ملتزم. خلينا ننزل شوية مرحلة الانتقاء. أنت بناء على إيش حكمت؟ أنا حكمت أنه 3 مشاريع تأخر فيها سبب لنا إحراج مع العملاء. طيب الرجل ذا عندك كم سنة؟ في مشاريع أخرى تأخر فيها؟ لا، أنت انتقيت الآن، انتقيت أنه تأخر 3 مشاريع وأهملت البقية كلها. طيب هل سألته؟ هل اطلعت على تقارير أخرى عن أدائه خلال السنة؟ هل جلست معه؟ هل طلبت منه تقرير فردي؟ يا أخي يمكن زوجته تكون منومة في المستشفى، يا أخي يمكن عنده والدين وتعبانين، يمكن في أعمال أخرى، التمس لأخوك عذرا، فلم تلتمس العذر تبس 70 عذر، شوف شيء أفكار أخرى. طيب تعال بينا نروح مرحلة ملاحظة، تعال نجلس معه. لما جبنا التقرير حقه اكتشفنا أنه أداؤه أفضل، لكن هو يحب الجودة بشكل كبير، ولأن إحنا كنا نحط مشاريع مستعجلين فيها، تزمين المشروع كان خاطئ، فهو لم يستطع أن يسلم في الوقت الصحيح، فهو لم يسلم احتراما لنا، وهو لم يسلم مشروعه لأنه يحافظ على من على اسم الشركة، ما يبغاها تخسر، كان يتأخر عشان الجودة، ويمكن خطأ عنده كان يحتاج جلسة معك. إذا لاحظ معي إحنا ماذا فعلنا الآن؟ تغير لما فكر من أعلى الأسفل بهذه الطريقة. طب تعال بنا نتكلم عن الأمن الفكري. الآن هذا شاب في دقيقتين وبسرعة جدا، هذا شاب سمع عن الأحداث اللي حاصلة في بلد إسلامي معين، أو سمع مثلا عن ما يسمى الآن الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. الفعل عنده هو الآن أنه هو الآن أي أحد من هذه الجنسية اللي أساء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآن سيهجم عليه ويعنفه. تمام؟ طيب هذا من الفعل. تعال نتكلم عن اعتقاد، لماذا ترح تسوي هذا السلوك؟ لأنه دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا اعتقاد، لماذا؟ لأنه محبة الرسول، يا سلام عليك. طيب استنتجت، كيف استنتجت أن محبة الرسول تكون بهذا الفعل؟ تكون بأنك أنت الآن تعنف الآخرين وتهجم على، أليس هذا لو معاهدين عندك موجودين؟ كيف استنتجته؟ طيب أنا عندي افتراض، إيش الافتراض؟ أن كل من يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة سلبية فهو كافر، وبالتالي يجب أن أنا أرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه. طيب أعطيني معنى، كيف المعنى اللي عندك موجود؟ إني أنا لازم أطلع إن أنا الآن عندي حماسة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إيش اللي انتقيت من الصورة؟ انتقيت من الصورة بأنه هذا الشخص من هذه الجنسية وبالتالي هو لابد أنه مقر على هذا الكلام. طيب يا أخي هذا يمكن مسلم زيك،
بس هو من هذه الجنسية، هذه الجنسية فيها مسلمين كثير جدا، هل أنت جلست معه؟ هل أنت حاورته؟ هل أنت ناقشته؟ ثم الشيء الثاني، هل أنت المعني بتغيير هذا الأمر؟ أنت انتقيت من الصورة جزء. فمتى ما فكرنا بهذه الطريقة تتغير عندنا الصورة، ولذلك نحن نناشد كل آباء كل أمهات أن يدربوا أبنائهم على هذه الطريقة بالتفكير. نناشد المعلمين في حصص النشاط أن يعلموا أبنائهم على سلم يسمى سلم الاستدلال، نعم، من أجل أن نعيد مرة ثانية التفكير في التفكير. نعم، جميل جدا دكتور محمد العامري المستشار التعليمي والتربوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة، ألتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.